شكرا جزيلا كمالا، وطب يومكم جميعا. صباح اليوم استمعت المحكمة العليا إلى جلسات الاستماع وإلى صوت الشعب الأمريكي. هذه الدعوة تمثل محاولات اليمين المتطرف في محاولة فعل ما حاولوها لمدة طويلة في المحاكم وفي الكونغرس وفي العقد الأخير، وذلك لمحاولة القضاء على الرعاية الصحية الميسرة. ومر خلال مرتين احترمنا هذا القانون في عام 2012 و2015، وفي الكونغرس أعربنا عن رأي الشعب الأمريكي ورفضنا محاولات عديدة ومحاولات من الرئيس ترامب لتغيير القوانين السائدة. ونحن وسط أزمة صحية التي أثرت بأكثر من 10 ملايين أمريكي، فأمريكي من 32 أمريكيا جميعهم يعانون كثيرا. ونعرف أن ترامب يحاول منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على رعاية صحية، ونحن نعرف ما تم ذكره في المحكمة العليا. إن قانون الرعاية الصحية الميسرة يجب أن يتغير. أريد أن أذكر أن الرعاية الصحية هي مسألة قد قسمت الولايات المتحدة سابقا، ولكن الشعب الأمريكي اليوم متفق. اليوم عوضا من أن يكون منقسم، خلال الأشهر الماضية أظهرت الإحصائيات أن معظم الأمريكيين يريدون الحفاظ على قانون الحماية الرعاية الصحية الميسرة. 79% من الديمقراطيين وثلثي الجمهوريين يريدون الحفاظ على حماية قانون الرعاية الصحية الميسرة، لا سيما للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مبكرة. يجب ألا تكون هذه مسألة حزبية، هي مسألة إنسانية تؤثر بكل عائلة أمريكية. لن نتمكن من تقويض آراء الشعب الأمريكي، وذلك بحسب آراء شخصية تحاول على إبطال قانون. ونعرف أن الكثيرين من المحافظين يعتبرون أن محاولة إبطال هذا القانون غير جدي، أن تداعيات حجج إدارة الحالية غير سليمة، فهي مسألة حياة أو موت للكثيرين. والآن سنعمل ما إذا تغطية أكثر من 20 مليون شخص سيتمكنون من الحصول على قانون حماية الرعاية الصحية الميسرة في أخطر أزمة صحية يواجهها العالم. أكثر من 100 مليون شخص يعانون من حالات مسبقة مثل السكري والربو وغيرها من الأمراض، وربما أشخاص قد يعانون من تداعيات من فيروس كورونا ومنها التضررات على الرئة، وذلك سيؤثر على الأقساط للرعاية الصحية. بالتالي ذلك سيؤثر على ملايين الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعانوا منه وبدأوا أعظم معركة في حياتهم. والآن علينا أن نعرف ما إذا سيتم إجبار النساء على دفع أقساط إضافية لأنها امرأة، أو سيجبر كبار السن على دفع أقساط إضافية. وربما سيتساءل الشباب فيما سيتمكنون من مغادرة منزلهم، وذلك بسبب عدم تكبدهم أتعاب هذه الأقساط الصحية. هذه مشكلة حقيقية.